في قناة الحدث سيد صالح حميد. أهلا وسهلا بك سيد صالح معنا في 19. لنبدأ، إن صحت فعليا هذه الأنباء، لماذا وقع الاختيار على عراقجي وليس جواد ظريف؟ أم أنه بحكم علاقته بالحرس الثوري فبالتالي قد يكون مفروض؟ هذا وارد، يعني أسماء أخرى أيضا مطروحة مثل مهدي سنائي سفير إيران السابق في روسيا، لكن كما أشرت عراقجي له علاقات جيدة مع الحرس الثوري، له سوابق دبلوماسية كبيرة، لكن ما زال برأيي من المبكر الحديث عن اختيار مرشحي الوزارات، لأنه بالتحديد الوزارات السيادية هي يتم تعيين وزرائها مباشرة من قبل المرشد الأعلى، خاصة الخارجية والدفاع والاستخبارات، فلذلك ليس من المهم من يطرح من الأسماء، المهم هو على من ستقع مهمة المهمة الصعبة في الواقع التي ستوكل إلى وزير الخارجية الجديد بالملفات الشائكة والعالقة، بالطبع على رأسها الملف النووي والصراع مع الوكالة. لكن لماذا تم استبعاد جواد ظريف؟ أم أنه ربما خامنئي لا يريد إعادة تجربة ظريف بنهجه أنذاك؟ بالطبع هناك اتهامات لحكومة بيزشكيان في الحملة الانتخابية أنها ستكون امتداد لحكومة روحاني، والأصولية المتشددون وقفوا بشدة ضد حكومة روحاني خاصة في البرلمان الذي يهيمنون عليه، وأصدروا قرارات عديدة أهمها قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات الذي روحاني نفسه قال عنه أنه عرقل العودة إلى الاتفاق وأي مفاوضات مع إدارة بايدن، وأيضا هذا القرار هو أحد أهم الأسباب الذي سيعيق أيضا عمل أي وزير خارجية جديد أو أي فريق تفاوضي. لكن هذه الملفات المهمة بالتأكيد لن يتمكن أي وزير خارجية من المضي قدما فيها. سنعود إلى هذه الملفات، ولكن يعني نريد التركيز أكثر عن من يكون أو من تكون بيده حقيبة الوزارية للخارجية الإيرانية، وبالتالي إن تم فعليا تعيين عراقجي، ربما تتذكر معي تصريحاته التي أثارت جدلا أنذاك بتغيير العقيدة النووية الإيرانية بسبب ربما ما قال بأنها التهديدات الإسرائيلية النووية ستدفع العديد من الدول ولتغيير ذلك، وبالتالي هل نتحدث هنا عن نهج لأصولي في حكومة إصلاحية؟ هذه نقطة مهمة. أولا هذه التهديدات ليست المرة الأولى، يعني مستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أيضا تحدث عنها، كمال خرازي الذي يقود ما يسمى بالمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية وهو مؤسسة تقريبا موازية لوزارة الخارجية تتبع مباشرة للمرشد، أيضا تحدثوا عن هذا، عن تغيير العقيدة النووية، وهي برأيي كما التصعيد في الملف النووي في المنشآت تأتي في إطار الضغط على الأوروبيين والأمريكيين لكسب امتيازات من خلال المفاوضات، لكن بدون سماح المرشد يعني من خلال هذه بالتأكيد المفاوضات لن تكون كما كانت في عهد ظريف وفي عهد روحاني، لكن ما زالت هناك شبكة من العلاقات، شبكة من اللوبيات الإيرانية في الخارج مرتبطة بوزارة الخارجية، وبالتأكيد إيران لن تخرج من المفاوضات، لأن المفاوضات دوما كانت تعود بالفائدة، أولا تبقي إيران على قنوات اتصال مع المجتمع الدولي وخاصة مع الأمريكيين، ثانيا أوراق ضغط كبيرة بيد النظام، وثالثا تعود بالفوائد إذا ما تم. أرجو أن تبقى معنا، فقد نشير إلى هذه العواجل التي تأتينا تواليا. إذن مشاهدينا، نقلا عن مراسل الحدث، هناك أيضا غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وتحديدا على الخيام والعديسي ورامية. إذن أعود إلى ضيفي سيد صالح، يعني تحدثت عن السياسة الخارجية، لو عدنا إلى تصريحات الحملة الانتخابية لبازيشكيان، كان يتحدث عن فتح قنوات اتصال مع الغرب، وحتى انتقد التبادل التجاري والعلاقة الاقتصادية بين الصين وإيران، إلا أنه من يحدد فعليا في هذه النقاط هو خامنئي، وبالتالي هل كان هناك نوع من ربما فقط استخدمت هذه اللهجة لاستقطاب مزيد من الأصوات، أم هناك نوايا فعليا لانتهاج هذه السياسة؟
هو هذا الخطاب الإصلاحي المعنى الذي استطاع الحقيقة جذب الناخبين أو عدد من الناخبين على الأقل في ظل المقاطعة الشاملة، لكن بزشكان لحد الآن يعني لم يطرح الملامح الرئيسية. الآن يعني 3-4 أيام من تسلمه المنصب بشكل غير رسمي، لم يتم تعيينه بعد، ولكن خلال 3 أيام حاول بالدرجة الأولى أن يثبت ولاءه للمرشد الأعلى. أرسل رسالة مثلا في ثاني يوم إلى حسن نصر الله زعيم حزب الله، في اليوم الثالث رسالة إلى بشار الأسد يؤكد على نهج المقاومة أن إيران ستستمر. هذه كلها مؤشرات على أنه لا تغييرات كبيرة وجذرية في السياسة الخارجية. لحد الآن لم يتحدث مثلا عن الملف النووي، عن العلاقات الخارجية. الكثير يصفه بأن هذا يعود إلى ضعف الكاريزما لديه وضعف البرنامج وغلبة الشعارات على البرنامج السياسي، فضلا عن أنه هناك حديث عن أنه تخلى عن حلفاء الإصلاحيين، ولم يتحدث لحد الآن إلى مقربيه مثلا الرئيس خاتم، إلى روحاني، إلى ظريف حول تشكيل الحكومة وما إلى ذلك، بل كان جل اهتمامه هو كسب رضا المرشد الأعلى في الدرجة الأولى، على عكس الرؤساء الإصلاحيين السابقين عندما كانوا يأتون في الأيام الأولى يطرحون برامجهم على الأقل على مستوى الإعلام ورسم ملامح خطة العمل المستقبلي، كيف يريدون التعامل مع العالم، مع المنطقة، لا أن يعني كان هناك أصلا من انتقد وقال بأنه هو ليس إصلاحي فعلي، هو يعني أصول إصلاحي، وبالتالي ربما قد يترجم هذه الممارسات أو هذه التصرفات بأن لا يتواصل مع الإصلاحيين الآخرين، وبالتالي هل الحديث هنا عن فخ ممكن يكون قد نصبه المرشد خامنائي فقط لواجهة إصلاحية؟ هو بالتأكيد شخصية بزشكيان يعني محل نقاش كبير، شخصيته ليست بالشخصية الراديكالية الإصلاحية حتى على مستوى البرامج، حتى على مستوى الشعارات، يعني ليست لديه سوابق إدارية، ليست لديه سوابق أمنية حتى وسياسية، سوى أنه كان وزير الصحة في حكومة خاتم الثانية. تصريحاته، مواقفه، ظهوره في البرلمان بزي الحرس الثوري عندما صنف الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية، كل هذه المواقف تدل على أنه لحد الآن ليس لديه برنامج إصلاحي بالمعنى المتداول عنه على الأقل في إيران. لكن حول ما تفضلت به حول اختيار المرشد له، بالتأكيد هذا لم يكن اعتباطيا. إيران تحسب حساب للمراحل المقبلة، البلاد داخليا في أزمة اقتصادية ومعيشية، خارجيا هناك على عن هذه النقطة بالتحديد أريد أن أسأل، هل يصور المرشد الإيراني بأنه هذه الانتخابات وهذا الرئيس الإصلاحي سيكون مرحلي إلى حين تحقيق مكاسب ما مع الجانب الآخر فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية، وبالتالي يعود إلى نهج الرؤساء المحافظين والأصوليين؟ هناك ثوابت الحقيقة في سياسات المرشد، يعني التوسع في المنطقة هذا من الثوابت، دعم الأذرع ماليا وتسليحيا، هذه ليس فقط سياسيا بل أيديولوجيا، لأنه هذه الحكومة وفق الدستور تقول أنها تريد أن تؤسس لدولة لا تقتصر على حدودها، هذه على وزير الخارجية والحكومة وأي من يأتي يجب أن ينفذ هذه السياسات المنصوص عليها دستوريا وأيضا سياسيا وخطابيا وأيديولوجيا. فالمرشد بالتأكيد يستخدم الورقة الإصلاحية كما استخدمها في السابق، يعني هذه كلها تبادل أدوار ضمن أجنحة النظام، لكن الفرق هذه المرة أنه في المرات السابقة كان هناك مشروع إصلاحي حقيقي بغض النظر عن نجح أو لم ينجح، لكن هذه المرة لم يبقى من المشروع الإصلاحي إلا الاسم، وخامنة يستخدم هذا الاسم لتلميع صورة النظام خارجيا، لتمهيد الأجواء الملتهبة بسبب 3 سنوات من حكم المتشددين في عهد رئيسي، لكي يكون أي رئيس يذهب ليقول مرة أخرى للعالم أن هناك تيار إصلاحي، أعطوا فرصة لإيران. وإيران بالمناسبة تتلقى رسائل يعني من بعض الأطراف الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة بأنهم يجب أن
يعدلوا في هذه السياسات إذا أرادوا الحفاظ على مكاسب أو الحفاظ على النظام ونفوذه وسطوته. طيب التقرير الذي عرضناه منذ قليل جاء فيه بأنه تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن في إدارة ترامب المقبلة إن أتى فعليا ترامب هو أمر آخر يمكن أن يغير سياسة إيران الخارجية بحكم دفء العلاقات بين موسكو وواشنطن. هل هذه الفرضية مطروحة فعليا مع العلم بأنه كان هناك تجربة، كان هناك سابقا علاقات دافئة بين موسكو وواشنطن في عهد ترامب، ولكن ذلك لن ينسحب فعليا على الجانب الإيراني؟ بالنسبة لإيران الوضع مختلف، روسيا طرف أساسي في الاتفاق النووي، روسيا هي أكثر طرف استفادت من الاتفاق وأكثر طرف استفادت أيضا من عدم وجود اتفاق. عندما كان هناك اتفاق روسيا هي التي كما نعلم المنشآت معظمها تديرها روسيا في إيران بالمناسبة، يعني فالكعكة الصفراء كل ما تم التخلص منه عندما أبرم الاتفاق النووي عام 2015 كانت منافعه تذهب إلى روسيا، ولذلك روسيا في عهد رئيسي أيضا عرقلت التواصل إلى اتفاق نووي عندما كان علي باقري كاني يقود المفاوضات في فيينا. أصبحت العلاقة متشابكة خاصة بعد تزويد إيران روسيا بالصواريخ والمسيرات في الحرب الأوكرانية. الآن أيضا أي وزير خارجية يجب أن لا يستطيع أن يذهب إلى أي مفاوضات دون معالجة هذه الناحية. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا هنا في الاستوديو الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث صالح حميد، شكرا جزيلا لك.